اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما شفنا في الصور اللي قبل الفقره، طبعا يعني السنه دي سنه يعني فيها انجاز كبير، وان شاء الله يتكرر هذا الانجاز في بطولات الجمهوريه عشان ناكد رياده قطاع الناشئين وان شاء الله والناشئات كمان في النادي الاهلي. في البدايه برحب بلاعب الفريق وصانع العابه احمد يحيى دودو. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك. ازيك يا منور قناه النادي الاهلي. نور يا كوتش. وبنرحب بنور الدين طارق احد نجوم الفريق. اهلا بيك يا نور. اهلا كوتش، منورنا ومنور قناه النادي. ربنا يخليك. ده نور يا كوتش. دودو اجيلك، يمكن البطوله دي ما كانتش سهله خالص بصراحه يعني. صراحة. واتعمل نظام جديد، وكان في الفاينلز كان معمول دورتين مجمعتين. خلينا نقول البطوله دي ابتدت امتى؟ بطوله المنطقه معاكم ابتدت بتاريخ امتى؟ من شهرين، من ثلاثه، من امتى ابتدت؟ هي ابتدت تقريبا من اول شهر 10، بدانا تمهيدي، بعدها لعبنا سيمي فاينل، بعدها جه في الفاينل لما غيروا الموضوع خلوه ذهاب وعوده. بس فمن اول الذهاب احنا قلنا بقى ساعتها هنمسك كل ماتش بماتشه وناخد السته ان شاء الله. طيب انتوا ابتديتوا اعداد من امتى؟ يعني هو كابتن ماجد طبعا المدير الفني استلم المسؤوليه في الصيف تقريبا. وابتديتوا تدريب امتى؟ ابتديتوا وقت اللي هو تقريبا في شهر 7 8 ولا ابتديتوا بعد كده؟ لا تقريبا هو العيد الكبير كان في اول 7 10 7 تقريبا. احنا بدانا 13 7 تقريبا. بعدي من الوقت ده وانتوا بتتمرنوا. طيب مين الفرق اللي كنتوا شايفينها ممكن تبقى منافسه؟ هو طبعا الشمس كان فاينل. طب مين فرق تانية كانت شايفينها ان هي قويه برضو؟ احنا كنا شايفين شمس وجزيره هم دول في المنطقه بصوره واضحه يعني. كان في الفاينل شمس وجزيره، وانتوا كان مين كمان؟ مدينه نصر. مدينه نصر. مدينه نصر اخبارها ايه، عامله ايه؟ كويسين يعني. هم كان عمرهم ما وصلوا فاينل اصلا، فاينل فور كانوا دايما بيخسروا بدري، بس السنه دي عشان نازل لهم اثنين من الفيرست تيم بيساعدوهم، فعشان كده وصلوا في الصوره معانا فاينل فور يعني. طب قول لي، قول لي يا دود، انت من ولاد نادي الاهلي من بدات يعني. طب قول لي يعني انت ابتديت باسكت ازاي ودخلت ازاي الباسكت وايه اللي خلاك تروح وبعد كده اتدرجت ازاي؟ يعني مين مرنك في الاول واتمرنت فين؟ يعني انت من ولاد نادي الاهلي صح؟ يعني هو انا جيت في 16 سنه تحت 16. كنت فين الاول؟ كنت في الصيد انا وسوريا زمان، واللي خلاني اصلا العب باسكت هي سوريا كانت بتلعب باسكت وانا كنت بلعب ساعتها جمباز وتنس. سوريا اختك؟ سرايا محمود اختك؟ سرايا يحيى. يحيى سرايا يحيى. يعني انا 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 ما قالوليش على القهوه، بس سرايا اختك صح؟ طب كويس. هي جت، انت جيت معاها؟ قبلها بسنه. هي جت قبلك بسنه. هو كانت بتلعب برضه في الصيد؟ كانت بتلعب في الصيد. لا معلومه انا اول مره اعرفها. بس بعد كده انت لما هي جت انت جيت. طب ما ده كويس جدا. طيب انت جيت بقى، مين اللي شافك هناك وقال لك تعالى من النادي الاهلي؟ ساعتها كنا نلعب، هو في الاول خالص اسلام، كابتن اسلام الكيلاني كان عايز يجيبني في تحت 14. بس نادي الصيد ما كانش موافق، قال لي احنا عايزين نهتم بالنشاط الرياضي عندنا وكده، فما كانش موافق خالص. فالسنه اللي بعديها كابتن احمد الجرحي كان ماسك المرتبط، فهو شافني في بطوله ال 14 جمهوريه. فقال لي انا عايز الولد ده وكده، وساعتها اول سنه 16 كان اللي هو عايز ياهلني عشان العب السنه الجايه ابقى في التوب فورم مع فرقه المرتبط. بس فكابتن احمد الجرحي يعتبر هو اللي يعني جابني للنادي الاهلي. طب قول لي انت لعبت كام بطوله مع النادي الاهلي كده؟ يعني 16 و2 18 و2 22 و21 لغايه دلوقتي. طب انت فاكر اللي عملت فيهم ايه؟ انا تقريبا لغايه دلوقتي معايا 9 بطولات، يعني من اول ما جيت 16 سنه معايا 9 بطولات الحمد لله. ما شاء الله. يعني عايز اقول لك ان هو برضو انت عملت تاريخ يعني، بالرغم ان انت جيت 16 سنه بس 9 بطولات مع قطاعات الناشئين في النادي الاهلي، اكيد حاجه كويسه جدا. في 5 سنين وقت قصير، فالحمد لله. وان شاء الله في بطوله الجمهوريه جايه اهي، ان شاء الله نحققها. شد حيلكم ان شاء الله. نور اجي لك، يمكن انت نفس الكلام، انت مولاد النادي الاهلي ولا جيت على لا على سن كبير؟ لا بادئ في النادي الاهلي من وانا 13 سنه، حتى بدات في الاكاديميات بتاعت النادي كمان. طيب انت فاكر مين كان بيتمرنك في الاكاديميه؟ في الاكاديميه كان كابتن علاء شاهين. صحيح كان ساعتها بيتمرن في الاكاديميه الاول. وبعد كده بقى بدات مع كابتن محمد اشرف. كابتن محمد اشرف توفيق تحت 14؟ تحت 13. تحت 13. كان لسه كابتن محمد بيتمرن تحت 13 كان. وبعد كده طلعت بقى 14 بعد كده. مع كابتن اسلام كيلاني بقى 14. وبعد كده طب 16 اتمرنت مع مين؟ كابتن احمد الجرحي. وسنتين؟ سنتين. لا اول سنه طلعت اعاره نادي الجيش. اول سنه عشان ضموا السنين مع بعض. طلعت مع نادي طلع الجيش موسم واحد. موسم واحد اول. رجعت وانت كبير. كابتن احمد الجرحي. رجعت مع كابتن. طب والسنتين 18 اتمرنت مع مين؟ كان مع كابتن ياسر بفتوه. سنتين 18. اول سنه مع كابتن اسامه السيد. صح كابتن اسامه السيد اول سنه، وثاني سنه صح كان كابتن ياسر بفتوه. واول سنه 20 كانت مع كابتن ياسر بفتوه. مظبوط. طب قول لي يعني كم بطوله خدتها؟ يمكن انت لعبت اكتر من لعبت اكتر من دودو. اخدت تفتكر يعني خلينا ناخدها واحده واحده. 13 ما تحسبهاش، 14 احسبها. عملتوا ايه؟ لا خدنا تاني. خدت تاني. طيب و 16 الموسمين؟ لا هي اللي كان المرتبط والجمهوريه والمنطقه في تاني سنه خدتهم كلهم. الحمد لله. ادي ثلاث بطولات. وفي ال 18 برضو كان المرتبط اظن والجمهوريه. يعني انت مثلا تقريبا واخد زي دودو، ما انتوا نفس لما جه دودو انت واخد بعد 9 بطولات. بالظبط. انتوا نفس السن.
وخدت له خدت قبلها مثلا ممكن بطوله او اثنين بس هو 14 منطقه القاهره واحده 14 واحده 13 ما بالظبط يعني انت ممكن تبقى زايد عنه بطوله او اثنين مثلا. طب قول لي يعني انت بقالك كتير في قطاع الناشئين, ايه اللي بيميز قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ ليه ما شاء الله احنا ماشيين كويس؟ ايه اللي انت شايفه في النادي الاهلي خاصه انت طلعت اعاره سنه وفي كتير زيك يعني يمكن انا فاكر سيف وقال برضو طلع الصيد, يعني قصدي اقول لك ان في مجموعه طلعت ورجعت, ايه اللي بيميز النادي الاهلي في قطاع الناشئين اللي انت شايفه؟ يعني انا شايف حاجه, يعني لما طلعت سنه بره انا ما شفتش كده زي الاهلي, هم على طول بالنسبه للاهلي ما فيش حاجه اسمها تاني او ثالث, يعني هو على طول داخل بيلعب على المركز الاول. بره كان مثلا لو حد علق ميداليه تاني او ثالث شايف ان ده انجاز. لا ده بالنسبه للنادي الاهلي ده ولا حاجه, انت كده فشلت يعني في التارجت بتاعك, يا اول يا ما فيش, يا اول يا ما فيش. ده اللي بيميز, ده اللي كان بيميز. ده بالنسبه للمنتاليتي. طب بالنسبه للشغل, يعني انت لما بتيجي تشتغل تمريناتك انتظامك في تدريبات, هل شايف ده ليه دور مهم ان انت تبقى التدريبات منتظمه بشكل كويس, احسن مدربين في مصر موجودين, ده اللي مميز مثلا قطاع الناشئين مثلا؟ طبعا عندنا. احنا كان دايما بيبقى معانا احسن مدربين واحسن مدربين احمال احسن دكاتره. بره ما كانش يعني ما كانش كده يعني. هو بس يا دوب المدرب وهو هو اللي بيبرمك. طب قول لي يا نور, انت في سنه كام دلوقتي؟ انا في ثانيه جامعه. ثانيه جامعه.